هاي كيفكم؟ يمكن تستغربوا انه انا حاطه الماسك. الصبايا كلهم عم يسالوني انا كيف بهتم ببشرتي وحافظ على جمالها. امبارح خبرتكم انه انا شو بستخدم بعد ازاله المكياج. اليوم رح قلكم بعد ما بحط انا يعني بزيل المكياج بدي هيئ بشرتي انه انا بدي نام او التاني نهار بدي اصحى شو بساوي، شو بكون عم باكل فواكه، بعمل ماسك. اليوم انا عملت ماسك الخوخ، شلت جزء منه دهنته على وشي. وانا كنت قايلت لكم صبايا بفيديو سابق من اسرار جمال البشرة ان احنا نعتمد على الفواكه ذات اللون البنفسجي اللي بينضم ضمن الكرز، بينضم الفريز، توت العلاق، التوت الأحمر، توت الأسود والتوت الأزرق. لاحظوا هون شو حاطة أنا، الدراء، الخوخ والعنب، هدول اللي موجودين حاليا عندي بالبيت. صبايا من أسرار الجمال نحن نعتمد على التغذية الداخلية، يعني نحن ناكلها بنظامنا الغذائي، وأنا هلأ عم ساوي التغذية الخارجية. بتقولوا التغذية الخارجية ايه؟ اعتمدوا انكم تغذوا بشرتكم بالمواد اللازمة من الخارج، وهي نحن ناخدها من الطعام. الخوخ وكل الفواكه بتحتوي على فيتامين سي بنسب متفاوتة. فيتامين سي بيوحد لون البشرة، بيزيل الطبقة الخارجية الميتة وتصير عنا بشرة نظيفة موحدة اللون. إذا في عندي تصبغات خفيفة من الشمس بتزيلها. توحيد اللون بيعطيني جمال، إنه صارت البشرة قريبة من بعضها. كلاتنا بنعاني من عيوب، أنا وأنتو والكل، نحن أول شيء نتقبل حالنا. تغذية اللي أنا عم قلكن عنها بتعطينا نضارة للبشرة. نحن بنقدر نحط الكريمات اللي بعد منا، بس بشرط إنه نحن ما نتعرض للشمس بشكل مباشر. طالع عنا بشرة نظيفة جديدة، إذا طلعنا على الشمس رح تنحرق ونخسر هالبشرة اللي نحنا حصلنا عليها. بنصحكم تحطوا واقي الشمس، نحاول نتقي الشمس قدر الإمكان. هيدا الفيديو الثاني حتى قلكم عن نظام كيف بتعامل أنا مع بشرة وشي. بتمنى تكون هالنصائح حبيتوها أصدقائي. ما تنسوا قلكم شغلة، شرب المي كتير بيساعد البشرة، وتابعوني حتى تشوفوا كل برنامجي حتى حافظ على بشرتي. بتشكركم ومنلتقى بفيديو جديد. واللي عم يحضرني أول مرة، معكم لبين الحي، حاصل على درجة الدكتوراه بالكيمياء التحليلية، خبيرة التغذية العلاجية. حابين تتواصلوا معي؟ بتلاقوا كل مواقعي للتواصل الاجتماعي. محبتي.